بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده واحدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. الحلقه النهارده حلقه مميزه لان احنا بنحتفل معاكم النهارده بمرور سنتين على برنامج صحتك ثروتك. نتمنى ان احنا في السنتين اللي فاتوا نكون وفقنا في ان احنا نقدم لكم كل حاجه مفيده، ونتمنى ان احنا نكون يعني اضفنا حاجه لحضراتكم. النهارده اللي هو زي ما اتفقنا اللي احنا الحلقه اللي فاتت كنا متفق ان احنا بنتكلم على الموسم الثالث برنامج صحتك ثروتك، والموسم الثالث داخل باكشن شويه، يعني الفيروس الغامض والسر القاتل. ده كانت الحلقه الاولانيه، او المخدر القاتل. الحلقه النهارده بعنوان السر، يعني الثلاث فقرات اللي فيهم بيتكلموا على السر. ما اعرفش ايه موضوع السر ده، عايزين نعرف ايه قصه السر ونعرف ايه ما وراء السر. عندنا الفقره الثالثه النهارده، الفقره اللي كانت ثابته معانا في البرنامج في الموسم الثاني، اللي هي مشاغبات عادل وعلاء. مشاغبات عادل وعلاء النهارده هتاخد واخدانا في سكه جديده خالص، بنتكلم فيها عن السر الاول لتعزيز الصحه النفسيه. السر الاول لتعزيز الصحه النفسيه، عايزين نعرف يعني معنى ذلك ان في سر ثاني وسر ثالث وسر رابع. عايزين بس الاول النهارده نعرف السر الاول ايه. الفقره الثانيه والفقره الرئيسيه النهارده عندنا هنتكلم على سر الفوز. ايه ده سر الفوز؟ هنتكلم النهارده، هناخد الموضوع بشكل مختلف شويه. اعتقد من يوم الاثنين اللي فات كان في مباراه كره قدم ما بين النادي الاهلي وبيمثل مصر، وكان فريق اوروبي اللي هو الباير وبيمثل اوروبا. عايزين نعرف ايه الوضع، بس هنربطه بالحته اللي تخص برنامج بتاعنا احنا. احنا مالناش دعوه بالفنيات، احنا مش متخصصين في الكوره، وزي ما اتفقنا معاكم في الحلقه اللي فاتت احنا بنفتيش، احنا بنتكلم في الحته بتاعتنا. عايزين نعرف تاثير التغذيه من اول يوم للطفل على الحاله البدنيه بتاعته. ده هو بالعكس، ده هو يمكن ضيفنا النهارده هيتكلم على صحه الام وصحه الام وهي حامل. هل ده ليه علاقه او كان ليه تاثير مع حدث يوم الاثنين اللي فات؟ عشان كده احنا هناخد الموضوع مش الشكل ده، الموضوع اللي يخصنا احنا، يخص تخصصنا. لا هنتكلم فنيات ولا مدربين، مش بتاعتنا، احنا ما بنتكلمش الا في الحاجه اللي تخصنا. الفقره الاولانيه وهي فقره السر، برضو سر، هنتكلم على سر المخدرات في المراهقين. خليني نطلع فاصل ونبتدي فقرات برنامجنا النهارده. فاصل وانا واصل.